بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. بدوري أشكر الجميع وأشكر السادة والأخت على مداخلاتهم القيمة. في كلمات مركزة أود أن أؤكد، عمر أمكاسو عضو مجلس إرشاد جامعة عدو إحسان. في كلمات مركزة أود أن أعبر على أن الحوار بالنسبة لجماعة العدل والإحسان ليس مجرد خيار تكتيكي اضطررنا إليه بسبب المستجدات التي تعرفها بلادنا أو أمتنا، بل هو خط استراتيجي بنت عليه الجماعة تصوراتها منذ انطلاقتها. فالإمام كما سبق أن استمعنا كان للحوار حضور مكثف في مؤلفاته وفي مرئياته وفي ممارساته. ثم أيضا إن الجماعة لم تكتفي بالنظر، بل أطلقت عدة مبادرات. هناك مبادرة الميثاق الجامع، ثم هناك مبادرة نداء من أجل حلف الإخاء، ثم هناك مبادرة اليوم الوطني للحوار، ثم هناك المبادرات التي أطلقها الفصيل الطلابي لمواجهة العنف في الحرم الجامعي، ثم هناك المبادرة العملية في المشاركة في الحراك المغربي المسمى ب20 فبراير. فهناك إيمان راسخ بضرورة الحوار وبممارسة الحوار باعتباره المدخل الأساس للتغيير المنشود. وفي نفس الوقت نحن نؤمن بأن هناك عوائق ذاتية وعوائق موضوعية تحول دون نجاح هذه المبادرات، ونتفهم أن التجاوب مع هذه المناظرات أو المبادرات كان ضعيفا بسبب الجهود الجبارة التي يبذلها المخزن السلطة السياسية عندنا في المغرب، والقوى التي اختارت الاصطفاف إلى جانبه رغبة أو رهبة من أجل التشويش على كل مبادرة ومن أجل الحيلولة دون نجاح أي مبادرة. في نفس الوقت نحن نقدر بأن هناك مبادرات أخرى تطرحها المكونات الأخرى وتؤمن معنا بضرورة الحوار، وطرحت مبادرات مشكورة ينبغي أن تنال حظها من المشاركة. أيضا أبشر المؤرخ والأستاذ الباحث منجيب بأننا مستعدون للإجابة بكل دقة وتفصيل عن كل سؤال، سؤال زنقة زنقة، أبشر إن شاء الله بالمعنى الإيجابي للكلمة. هذه أسئلة منطقية وأسئلة طبيعية نتفهمها كثيرا، علما بأن كثيرا من الأجوبة عن هذه الأسئلة مبتوت في كتابات الجماعة، في تصريحات قياداتها، في الأوراق التي أصدرتها مؤسساتها. لكن مشكلتنا كما ذكرت الأخت بوسعداني الدكتورة هو أننا لا نقرأ لبعضنا ولا نطلع على بعضنا عن قرب من خلال مبادراته وكلامه وليس من خلال الصحف. وفي نفس الوقت أبشر الأخ بأن لدينا عشرات الأسئلة نحن أيضا نريد أن نطرحها على الإخوة اليساريين، على الرفاق، على رفاقنا وإخوتنا في الوطن. ننتظر أن تكون هناك مبادرات منهم لنطرح نحن أيضا أسئلتنا. أيضا أختم بأننا نتفهم بأن الخطوات التي ينبغي أن يبنى عليها البناء المشترك هي خطوات ليست متسرعة، لسنا مستعجلين. نحن الآن نركز على التوافق أساسا، لأننا في مرحلة تدعونا جميعا إلى التوافق حول عدة نقط. وبالنسبة للاحتكام إلى الشرعية، إلى شرعية الصناديق وغيرها، فهي مسألة مؤجلة لأن المرحلة تستدعي البناء المشترك وأن نستمع لبعضنا وأن نبني الثقة في بعضنا. الخطوة الأولى هي التواصل، وأعتقد بأن هذه خطوة على طريق الألف ميل. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا اختصار هذه الخطوات نحو البناء المشترك لغد البلد ولغد الأمة. مجددا مرحبا بكم بين أحضان إخوانكم وأخواتكم في جماعة العدل والإحسان، ودمتم سعداء، والسلام عليكم ورحمة الله.